عودي معكم للمتابعة، بدي أتشكر كل اللي تواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا. وصلنا نحن وياكم قبل ما ننتقل لعند الفنان زهراب، خلينا نشوف مع هانيا وين صارت ببرشة ملح. الجاتو يلي حضرناه بالأول من العسل والبيض صار اوريدي جاهز عم يبرد، بس هلا في عنا وصفتنا الثانية يلي هي مثل ما وعدتكم انه اليوم وصفتنا كتير سبيسيال وكتير جديدة. وصفتنا الثانية هي تارت بالكراميل والمانجا، والمانجا الطازة لأنه نحن بدنا نحس مع الكراميل بهيدي الطعم الأسيد الحامضة. أول شي بدي بلش بدي حط اللوز الكراميل يلي اللوز الكراميليزي اللي بدي زينه فيها، بدي حطه بالفرن. حضرت لوز المقشور، حطيت عليه كوب سكر، ححطهم بالفرن لحتى يصيروا كراميليزي وكسروا على وش التارت وزينه. العجينة مثل أي عجينة نحن معودين عليها، عنا 250 جرام زبدة، بدها تكون بهيدي الوصفة الزبدة باردة، عندي 200 جرام سكر بودرة، حضيف عليهم برش الحامض، بخلطهم شوي وبلش بضيف عليهم الطحين. عجينة التارت من أهون الوصفات اللي ممكن تكون، نقدر نعملها على ذوقنا مثل ما نحن بدنا إذا عنا طريقة نحن معودين عليها. بهالوقت كمان أنا بلشت حضر شي من الصبح، تعودنا نعمل كتير كراميل معي بس هي أول مرة بنعمله بهيدي الطريقة. هالمرة حطيت علبة الحليب المكثف المحلى بقلب مي مغلية على النار، وإلي تقريبا من الساعة 9:30 وهو تركته عم يغلي آخر النهار، يعني هي بده شي 3 ساعات أو 3 ساعات ونص. بدي افتحها لعلبة الحليب المكثف المحلى، بده يطلع عندي كراميل كتير طيب. إذا ما عنا وقت نحطه هالقد على النار، نقدر بكل سهولة نحطه بالمي، بس نحطه بالبريستو بياخد تقريبا ساعة أو ساعة ونص مش أكتر. لكن هاي وصفة جديدة لقلنا لليوم، حليب المكثف المحلى نحطه بقلب النار هو ومسكر. إذا بتحب نفرجي بالكاميرا، هو ومسكر ساعتها الحليب جوا بيصير كراميليزي. رجعت لعجينتي، هعجنها هحطها بالبراد لترتاح شوي، وبالوقت عبين ما نبلش فقرتنا الأخيرة هحطها بالفرن لحتى نقدر نبردها وناكلها باردة وطيبة. لكن التارت تبعيتنا عنا عجينة التارت، عنا الكراميل، عنا اللوز الكراميليزي يلي صار اوريدي بالفرن، عنا حيكون معنا كريم فريش، وحيكون عنا مونك، يعني شيء كتير جديد مش دايقينه قبل. للناس يلي ما بحبوا يحطوا مانجا بهيك وصفة، بيقدروا بكل سهولة يستبدلوه أو بالتفاح، بس يكونوا شوي حطوه بالفرن او عملوه كغاميليزي او يستبدلوه بالموز. الموز بيطلع كتير طيب مع الكراميل واللوز. بس طبعا انا نصيحتي دايما انه جربوا اللي انا بعطيكم اياه، لانه اشياء مجربتها واشياء بتطلع كتير طيبة. هلا العجينة التارت اذا حسيناها عم بتفت بهالطريقة، أنا حأخلطها لأنه الزبدة معلقة تحت، بنقدر نضيف عليها ملعقتين مي باردة بتطلع ولا أطيب. حنرجع لعند جوزيف وضيفه، نرجع منشوف بالآخر عجينتنا وصفتنا كيف حيكونوا. جوزيف تانكيو لك هانيا، بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة نحن وياكم، خليكم معنا.